is your. محمد حمد الأنصاري، رئيس مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي. جئت إلى مدينة بيزاكارن، مدينة التي أعرفها جيدا وشاركت فيها في العديد من التظاهرات واللقاءات سابقا. هذه المدينة التي أعتبرها منبع السلام والتعايش السلمي. مشاركتي في هذا اللقاء جاءت في إطار يعني العلاقة الأخوية والصادقة التي تجمعني بالعديد من الإخوة داخل إدارة المهرجان، وثانيا في إطار يعني التنسيق والتشاور بيننا فيما يخص المجالات المشتركة التي تخدم قضايا البلدين المشتركين في المملكة المغربية الشريفة وجمهورية مالي، لأن المغرب دولة عظيمة وعريقة ولها يعني تاريخ مشرف للإنسانية، ونحن جد سعداء أن نستفيد من التجربة المغربية في العديد من المجالات. ومن جهة أخرى على أن مالي والمغرب ما يجمعهما هو الشيء الكثير، إنسانيا واقتصاديا وثقافيا، ونتمنى لأشغال هذا المهرجان التوفيق والنجاح والسداد. ونشكر كل وسائل الإعلام التي قامت بهذه التغطية الإعلامية لهذه التظاهرة، ونتمنى إن شاء الله أن تفسح لنا مجالات أخرى، أن تكونوا حاضرين معنا في مالي للتعرف على الثقافة وعلى العادات منطقة مالي وخصوصا مدينة تومبوكتو. وشكرا جزيلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.